للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا كرم سعد الحاج، إعلامي الدفاع المدني في مركز راجم، معنا الآن من عفرين. أهلا بك سيد كرم، ما العوائق التي حالت دون إيجاد حلول لهذه المشكلة التي مضى عليها نحو شهر؟ نعم، بعد إبلاغنا بالحادثة استجابت فرق الدفاع المدني على الفور وعاينت المشكلة الحاصلة في أحد أحياء ميدان إكبس بناحية راد. قمنا بداية بعملية ضخ خط الصرف الصحي عن طريق ضخ المياه، لكنها لم تنجح بداية بسبب تهالك خط الصرف الصحي. تم الانتقال بعد الخطوة الثانية وهي الكشف عن الأعطال، فتبين بأن الخط تهالك وبحاجة إعادة تأهيل بشكل كامل من جديد. طيب، هل تواصلتم مع المجلس المحلي أو مؤسسة الصرف الصحي لإيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة؟ هناك تنسيق مع المجلس المحلي هنا في ناحية راجو من أجل حل هذه المشاكل، وقمنا بالمطلوب إن شاء الله في ذلك المكان، والأعمال ما زالت جارية من أجل إعادة الأهالي إلى منازلهم. طيب، بالنسبة لأصحاب المنازل المتضررة، هل تم إيجاد أي مأوى لهم أو مساكن مؤقتة؟ نعم، لقد نزحت العائلات والتجأت للجيران من أجل إيوائهم بعد أن انغرقت منازلهم بمياه الصرف الصحي والأمطار، ثم تنتهي أعمال التأهيل وتعود الأهالي للمنازل. نعم، شكرا لك كرم سعد الحاج، إعلامي الدفاع المدني في مركز راجو، كنت معنا من عفرين.